كيفية محي أو مسح البيانات المخزنة على حسابك أو على متصفح جوجل كروم أو تطبيق جوجل كروم الخاص بك. أقوم بالذهاب إلى متصفح جوجل كروم من الأول يا أحبائي، ثم بعد ذلك أضغط على 3 نقاط في الأعلى هنا، بعد ذلك أضغط على زر الإعدادات هنا، بعد ذلك أسحب الشاشة إلى الأسفل وأقوم بالضغط على إعدادات المواقع الإلكترونية. حينما أضغط عليها أسحب الشاشة قليلا إلى الأسفل بهذه الطريقة. وكما تلاحظون في هذه الخانة هنا البيانات المخزنة، أضغط عليها هكذا وتعطيني جميع بياناتي المخزنة أو المواقع التي دخلت عليها من قبل. سوف أضغط على محو البيانات هكذا وأقوم بعمل تأكيد هكذا وتتم العملية بكل نجاح. أنا لن أقوم بهذا لأنني أحتاج بياناتي، وهذا كل شيء يا أحبائي. لا تنسوا الضغط على زر لايك والإعجاب بقناتنا، والسلام عليكم.